واحد من المتضررين اللي هما راقين المتضررين، نقول لك واحد 50 واحد ولا شنو اللي كاينين دابا في الناس، انا خويا واحد منهم. كنت اخويا ما دخلش هاد المسائل هذه، ولكن ملي جيت انا باش ناخذ مثلا الشقه ديالي مده، نقول لك كنت مع يعقوبي ودرت ترانسفير لعند بزيوي 2016، حنا حسبوها من 2016 لدابا راه تقريبا راه كاينه راه واحد 7 سنين هذيك وما يزيد. ملي جيت فيناليزي الدوسي على اساس بهذوك الشروط اللي قالوا هما كاع، ورغم ذلك وقبلت قلنا زعما نجيو نفيناليزيو. ملي جيت الغريب في الامر اللي كتصدم فيه هو ملي كتجي تشوف الشقه ديالك اللي هي حاليا دابا كتبقى مبيوعه. كنمشيت باش نشوف، مشيت باش نشوف لابارتومون لقيتها مبيوعه، والدليل على انه ماشي سمعت ولا مشيت شفت لابارتومون كنحل كنلقى السيده ساكنه كنسولها كتقول لك انا مشيت عند النوطير. كيفاش مشيتي عند النوطير؟ قالت لك انا عطاوني لابارتومون وهاد ريزرفاسيون اللي عندي انا اش غندير؟ قلت لي يا خويا الفيرو. قلت لهم لا عندك الحق، مشيت عندهم الفيرو على اساس زعما باش يشوفوا معايا المشكل. قال لك حقا راه وقعت واحد ليرور في الفاليداسيون ديال الكونترا ديالك وهذه، وما يمكنش دابا غديروا معايا الحل شنو ترجعوا لي. قال لك نبدلوا لك، انا ما عنديش انا زعما الرباح باش نمشي نبدل انا، لان هذيك لابارتمون خديتها انا واحد الوقت خديتها بالذوق ونفرش على قبلها المسائل. هما قال لك اسيدي غادي تبدل، ما تبدل ملي ما بغيتش تبدل. قلت لهم عطيوني فلوسي انا ما بقيتش باغي والو. ملي جينا باش ناخذوا فلوسنا على اساس غنتفاوضوا مع المدير التجاري ولا اي مسؤول تمايا، كنلقى بزاف الناس، نقول لك واحد 40 ولا 50 واحد تقريبا ديال البشر كنتسناو، ما جاو لي سيكوريتي ديالهم باش يخرجونا، سدوا علينا الباب. شي تعسفات راه بلا ما نقول لك، الا مشيتي عند الناس اخرين راه يقول لك شي تعسفات اخرين اللي هما زعما ما خصهمش كاع يتقالوا. فينا هو المسؤول؟ جات السلطه كاع كلموا المسؤول، ما جا لا مسؤول لا حتى واحد. الغريب في الامر هو الغد ليه، لان بتنا تما في الماء، بتنا في الضوء، طفاو عليك الضوء والماء المسائل، حتى هو طلقوا عليك في الارض باش ما تريحش كاع في الارض. هي هذيك اش داروا؟ مشاو الغد ليه كتجي المسؤوله اللي كنقول المسؤوله غادي تتواصل معنا، كتجي مع الناس ديال القوه، عندها واحد القوه، نقول لك واحد 22 واحد ولا ما عرفتش شنو، بداو كيهزوا في الناس وكيلوحوا. الناس راه تضر راه بسبت هذيك ديالهم، كاين اللي راه كاين اللي مهرس ليك كفو، كاين اللي مضروب في صبعه، وكاين اللي تسد عليه الباب، بزاف د الحوايج. هذا هو اخر المطاف. دابا ما بقاش عندنا دابا مع من غنهضروا، خصنا نشوفوا الحل ديال هذا الشيء فين غادي يمشي ان شاء الله. شكرا. جينا شرينا كأي مواطن مغربي بغا يسكن ويسد عليه بابه، ألوغ كلقينا راسنا ضايعين في الزنقة كندورو، لا دار لا تسبيق لا والو. بوغ مون كا إي لو كا ديال الناس بزاف معايا، دفعنا أون أفونس باش نسلمو على مدة ديال 6 شهور. دازت مدة 6 شهور، دازت مدة عام، دازت مدة عامين، دازت مدة 3 سنين، الناس وصلو 3 سنين ما تسلموش البيوت ديالهم لحد الآن. فاذا بينا مؤخرا كيعيطونا باش يقول لك الديور واجدين، ملي كنمشيو باش نشوفو هاد الديور ما كيخليوكش تشوفو، يقول لك تكمل معنا الاجراءات. شنو هي هاد الاجراءات؟ زادو علينا سيدي دي فري دوسي اللي المبلغ ديالهم كيبدا من 3000 حتى 10000 حتى 20000 على حسب المستوى ديال القطاع. ثانيا كيقول لك انت خديتي معنا مويا ستوندينغ، لا راه ولا سوسيال، خديتي سوسيال ولا ايكونوميك. انا شخصيا خايده سوسيال 38 مليون، قالوا لي غنبدلو لك لا ريزيرفاسيون ياك، وغيولي عندك كومبرومي دو فونت في 25 مليون، يعني دار اقتصاديه. شنو الربح ديالي انايا في هذا الشيء؟ والدار ملي كنقول لهم بغيت نشوف هاد الدار ما كيبغيوش ما كيوريوهاش ليا. ناس اخرين باعوا لهم ديورهم دوبلومون ولا 3 فوا 4 فوا سي جامي. ناس اخرين قال لهم زادوا 10 مليون 20 مليون ديال التيفيا. ديلاش هاد الشيء ما عرفناش. مؤخرا الناس معانا مشاو عند السي البزيوي المسؤول على هاد الشركه اللي كنطالبوا من هذا المنبر انه يهبط عند الكليان ديالهم كيف ما استقبلهم من النهار الاول ويحل معاهم هذا المشكل. مشاو الناس باش يلقاو الحل للامر ديالهم، قالوا لينا ساتيسفي او رومبورسي، مشينا اوتون كو نون ساتيسفي، ما قابلينش بدوك لي كونديسيون. نو سوم ان كليون، خاص هاد الكليان يتحترم. ما تحترمش اخويا، تهجموا على الناس وداروهم كا شنو غادي نقول لك، حشومه كاع الكلمه اللي غادي نقول، ما عطوهمش حقهم، استقبلوهم النهار الاول بوجه والنهار الاخر جراو عليهم. ودابا حنا كنطالبوا بحقنا اخويا، الا كان شي حق في هاد البلاد ولا كانوا الناس ديال الدوله ديالنا كيامنوا بالمواطن المغربي اللي كيخدم وكيقرا وكيهز ليهم هاد البلاد،
يوقفوا معاه دابا. دابا في هاد الناس كاملين محتاجينهم، سواء يردوا فلوسهم سواء يسكنوا. هادشي اللي كنطلبوا، ما كنطلبوش شي حاجه كبيره. ناس مشردين، ناس مرات، ناس مات، ناس طلقت. انا شخصيا عايشه في الكرا، علاش داري ما ناخذهاش؟ عامين هادي وانا كنتسنى فيها. هادشي اللي كنطالبوا، وهاد الناس كاملين هادشي اللي بغاو. كنطالبوا السيد بزاوي يوسف.